الموقف اللي غير الحياه ديالي بالنسبه ليا هو انا كان الاخ ديالي كان لاعب كره القدم، اكتشفت ان الكره ما عطاتوش ما نصفاتوش، وديما كان كيوصيني بانني نلعب الكره. انا نلعب الكره وكنت انا لاعب كره الطائره في البدايه، كنت لاعب كره الطائره محترف، كيبقى يقول لي كره الطائره ما غاديش تمشي فيها مزيان، خصك تمشي تلعب الكره، عندك موهبه. واستجبت لهادشي اللي قال لي، حتى بالنسبه للاصدقاء ديالي كانوا كيقولوا لي انك راك عندك موهبه، انك خصك تمشي تلعب الكره، خصك تجرب الحظ ديالك. بالنسبه لي انا ملي كيكون الاخ ديالك ولا الاب ديالك ولا شي واحد من العائله كان لعب الكره، ما كنتش كنبغي بحال غيقولوا غير جاي من طرف خوه ولا جاي من طرف باه ولا شي حاجه، ما كانش عزيز عليا. داكشي علاش مبغيش نمشي انا للكره. فواحد النهار مشيت جربت الحظ ديالي، تيستيت مع فريق شباب محمديه اللي قبلوني. ملي قبلوني عاد باش شافوا الوراق ديالي كيلقاو الاسم ديالي سعدان، كيقول لي واش الاخ ديالك؟ قلت له الاخ ديالي. ومن تما بدات البدايه ديال كره القدم، واللي غير المجرى ديال الحياه ديالي كنت وليت لاعب كره القدم هو هاد المواقف، الاصدقاء وحتى الاخ ديالي. ما هي ابرز ذكريات طفولتي الكرويه؟ كيف كانت البدايه؟ وهاد ذكريات ديال الكره، كنت يعني كنلعب في الدرب، كنت فهمتي كلشي كان كيقول لك كويري، كلشي كان كيقول لك عندك موهبه. ما كنت 10 انا، ما كانش حتى ميليو تيران ولا شي حاجه. بالنسبه للذكريات، الذكرى اللي معمره ما غتنسى ليا هو المقابله ليا مع فريق شباب محمديه الكبار. كان في العمر ديالي 17 سنه، كان طاهر عاد مدرب الله يرحمه. دخلت الجوله الثانيه، قمت بمقابله، فهمتي جا داكشي ديال الله. قمت بمقابله، انا ما عرفتش راسي حتى درت مقابله مزيانه مع الكوتي بروفيسيونيل، ما كتعرفش انك واش لعبتي مزيان ولا درتي شي حاجه. حتى سال الماتش والدراري قالوا لي انك راك كنتي مزيان، كنتي في المستوى. هذه هي الذكرى اللي معمر ما غتنسى ليا. ما هو سقف احلامك كرويا؟ سقف احلام كروي ديالي، كنت كنتمنى ديما انني نلعب في مستويات في الدوريات الكبرى، ثلاث الدوريات الكبرى كالمانيا كانجلترا كاسبانيا، ونتمنى انني نحقق هذا الحلم اللي مازال كيراودني وان شاء الله نحققه. هل لك ان تحكي لنا حجم معاناتك مع اصابه الركبه التي مررت منها؟ بالنسبه ل هذه بزاف اصابه ديال الركبه، جات في واحد البيريود اللي كنت في اوج العطاء ديالي، كان صغير، كنت مازال صغير. جات مقابله ديال الجديده اللي غيرات بزاف ديال الحوايج، بحكم انني ما كنتش عارف. كنت كنسمع ان انا اللي جاتو اصابه في الركبه انه كيسالي الكارير، ما كيبقاش يلعب الكره. كان عندي ليغامو كروازي، ومعاناه كبيره، معاناه كتقول ما بقيتش غادي نلعب الكره، كيقول لك 8 شهور 9 شهور. وبقيت متابر، وبقيت مع فريق الفتح اللي ما عمرني ما ننساه، لانني درت العمليه هنايا في المغرب، ومشيت درت الترويض الطبي في فرنسا مركز الترويض الطبي. ورجعت الحمد لله، رجعت بالمثابره والدعوه ديال الوالدين والدعوه ديال الاصدقاء، رجعت الحمد لله للمستوى ديالي. الرساله ديال دوك الناس اللي كيمروا بحال هاد الاصابات؟ بالنسبه للرساله ديالي اللي كيمروا من ليغامو كروازي، كنقول لهم هي خاصها الصبر، ما خصكش تبقى بوحدك. هي حيت فهمتي مع الاصابه ديريكتومون انك كتبقى بوحدك، خصك تصبر وتتبع التعليمات، واللي خصها شي حاجه راه نقدر نفيدو فيها. راه اللي كيقول لك سالم جرب ما تسول الطبيب. الاصابه ما عطلاتش الاحتفالات ديالك حيت واحد الوقت شي عروض من ايران في كوبيتا، ولكن جات لا بلوسير اللي وقفات، نقدر نقولوا وقفات واحد الحوايج اللي كانوا قدام. من بعد عاد مروان رجع نحو الافضل مع الفتح الرباطي، عاد الاحتفال. كيف ما قلت لك الاصابه جات في واحد البيريود اللي انني كنت في توهج، كنت في العطاء ديالي، كان صغار، كنت فهمتي كنت في مستوى. ملي جات الضربه خويا، كان عندي عروض بزاف، كان عندي فريق ايطالي وكان فريق من ايران. قلت فيها خير، كان حتى المنتخب الوطني الاول كان قريب ليا، كان ديك الساعه رشيد الطوسي هو المدرب ديال الفريق الوطني، كنت قريب للمنتخب الوطني، كنت نقدم مستويات. وجات الضربه اللي غيرت شويه المسار ديالي، ماشي ما عطلاش الاحتراف، هو الارزاق، ما عطلاش الاحتراف ولكن الارزاق. كون مشيت في هذيك الوقت ما كنتش غادي ندي بزاف الحوايج للبطوله مع فريق الفتح الرباطي ولا شي حاجه، ولا الكاس العرش. الحمد لله على كل حال.
من هو أفضل مدرب جاورته إلى غاية الآن ولماذا؟ بالنسبة لأفضل مدرب جاورته هو جمال السلامي. لماذا؟ لأنه كيعطيك الحرية أنه كتستافد معه، كتستافد. أنا لحد الآن مازال شي حوايج قالهم لي لقيتهم في العالم الاحتراف لقيتهم. بالنسبة لي هو أفضل مدرب. من هو أسوأ مدرب جاورته في مسيرتك الرياضية؟ أسوأ مدرب هو بلا ما نذكر الاسم ديالو، كان معايا مدرب فريق شباب محمدية، هو اللي نزل مع الفريق درجة الثلوات. يكون عارف راسو دابا. شنو هو اللي خلاك تعتبره هو بحكم أنه كان شي كيتسمع الكلام ديال القهاوي، كان مدرب ديال القهاوي. حدثنا قليلا عن تجربتك بنادي الفتح الرياضي وكيف عشت موسم التتويج باللقب. بالنسبة لي فريق الفتح الرباطي اللي معمرني ما غادي ننساه. كيف جا الموسم ديال التتويج باللقب؟ اللقب كنا بعدا كعائلة، كان جروب عائلة، كانت مجموعة عائلية، كنا كنشوفوا بعضياتنا أكثر ما كنشوفوا أننا كنشوفوا لي باغون ديالنا ولا صحابنا. داز موسم رائع اللي معمرنا ما غادي ننساه، ومعمر ما غادي ننساه حتى الفتح الرباطي، بحكم ان 70 سنه ما كيفوزوش باللقب، كيجي هذا الجيل كيفوز باللقب عن جداره واستحقاق، والحمد لله. مروان كان واحد بعد التتويج بالبطوله كان واحد الفيديو شهير ديال مروان سعدان كيقلل الطريقه ديال الوالد الكراكي في التحفيز ديال اللاعبين. هذا كان كيبين لك باننا كنا كعائله، فهمتي، كان لو ريسبي، ولكن كنا حتى المدرب كان بحال خونا، فهمتي، كان كيعاملنا بحال خوتو، حتى حنا كنا كنعاملوه بحال خونا الكبير. سي بوغ سا فهمتي انك تكون داسر على المدرب، داسر، تقدر فهمتي تهضر معاه في حوايج، في امور اللي تهضر مع اصحابك تهضر معاهم فيها. سي بوغ سا فهمتي داكشي علاش ملي كيكون داكشي سبونطاني المدرب تقدر تعاود معاه، تهضر معاه، تقدر دير معاه اي حاجه. سي بوغ سا فهمتي كتبقى عاقل على داكشي اللي كيقول لك. اما راكش شي مدرب جاي وما فهمتي ما حاملش التريني، ما حاملش الدخول حتى لونطريمون، ما غادي يجي لونطريمون. سي بوغ سا فهمتي داز واحد الموسم اللي ما عمره ما غادي تنسى. هل فعلا كنت تلعب المباريات مصابا، وما الذي دفعك للمجازفه حينها؟ طبيعة الحال انا كنت كنلعب مصاب، كان عندي البيبالجي قبل في البدايه ديال الموسم ديال البطوله، ان جاني البيبالجي في مرحله الاعداد، كنا في مالاغا الاسبانيه، وجاني البيبالجي وبقيت كنلعب به. بحكم ان الفريق فهمتي كان المدرب هادشي اللي كان كيقول لي انا محتاج لي كمروان، وخصك تلعب، وخصك دير بزاف د الحوايج. كنت كنريح، كنلعبوا لو ماتش ديمونش، كنريح الاثنين والثلاث ولا اربع، والخميس كندخل غير الكونسيرفاسيون د بال مع الدراري، ونهار الماتش كنلعب بها. ابخي الماتش ما كنقدرش نوض، ما كنقدر ندير والو، كنبقى غير الدو، كنبقى ناعس، عاوتاني كتعاود عاوتاني دو جوغ ما كنترينيش ولي سوا وهداك الشيء، وكنبقى ندخل المباريات. بقيت هكا شي مده ديال اربع شهور خمس شهور. شنو اللي خلاك تاخذ المجازفه؟ المجازفه هو ان انا بغيت اللقب، بغيت شي لقب ديال الفتح الرباطي. عطاوني بزاف ديال الحوايج، بغيت نهديهم شي حاجه. عطاوني كيف ما قلت لك كنت مصاب، هما اللي عاونوني، هما اللي داروا بزاف الحوايج، بغيت نرجع لهم شي حاجه، بغيت نرجع شي حاجه للجمهور. ملي كتلعب الكره كتلعب على اهداف، ما كتلعبش انك باش تاخذ الفلوس ولا شي حاجه. وي طبيعه الحال الفلوس مهمين، ولكن خصك شي اوبجيكتيف، خصك دير شي حاجه يفرحوا بك خوتك، يفرحوا بك عائلتك، يفرحوا بك ولادك من دير ولادك. هادشي علاش كنت كنجازف، كنت نجازف بزاف. واخا اصابه بدات شي لعبه اخر ما يقدرش يلعب بها. حدثنا عن تجربتك بتركيا، كيف تاقلمت وما هو نوع الصعوبات التي واجهتك؟ بالنسبه لتركيا تاقلمت بسرعه، بحكم ان اللغه ديال الكره بوحدها، اللغه ديال الهضره والكومونيكاسيون راه بوحدها، حتى الكره راه لغه. ملي كتدخل في التيران لكن شي كيف ما كنقولوا كويري وعندك في رجليك راه كيحترموك على الكره ديالك. وقدر الصعوبات اللي واجهت، الحمد لله ما كانت حتى شي صعوبات، الحمد لله ما كانت حتى شي صعوبات، لكن انت بروفيسيونال ما غتواجه حتى شي صعوبات الحمد لله. هذا الموسم هذا انت بطل ديال الدرجه الثانيه في تركيا، كيفاش حسيت هذا الموسم هذا خاصه لان تواريتي جيت فيه على الانظار، ما بقاش الناس كيعرفوا مروان سعدان شنو كيقدم ولا هذه. بغينا تحدث لنا شويه على الموسم هذا اللي كان تاريخي في المسيره ديالك.
موسم اللي دوزت رائع. خدت واحد لا ديسيزيون ان الفرقه طاحت وهما بغاوني نبقى معاهم واخا كانوا عروض بزاف، وبقيت معاهم والحمد لله جاب الله التيسير، طلعنا للدرجه الاولى سوبر ليغ. بالنسبه لهذا الموسم كان موسم استثنائي، حتى هو كنت كنلعب فيه مصاب، كانت عندي لا شوفي كنت كنلعب فيه مصاب. ديما المواسم الحمد لله اللي كنلعب فيهم مصاب كيجيب الله فيها التيسير. نتمنى ما نكونش مصاب ونديو شي حاجه ان شاء الله. دار حديث عن تلقيك مجموعة من العروض القوية، ما الذي يعيق خروجك؟ بالنسبة للعروض ديما أنا فاش كتجيني عروض كيكون ليا مازال عقد مع الفريق، حتى فريق الفتح الرباطي كانوا كيجوني عقود كيكون ليا مازال عام واحد ولا موسمين. بالنسبة مع هاد الفريق التركي جاو عروض بزاف، جاو عروض ما بغاوش الفريق، فريق باغيني أنا نبقى معاه، سي بوغ سا ما خرجش واخا كانوا عروض قوية فرق قوية. ارتبط اسم مروان سعدان بنادي الرجاء، هل من توضيح؟ بالنسبة لنادي الرجاء، نادي الرجاء البيضاوي اللي كل شيء كيعرف، نادي عالمي، أي واحد يتمنى يلعب فيه كنتمنى أنه ما تبقاش عندهم هذه المشاكل، الصراعات كيتخبطوا فيها 5 سنوات دائما. بعد أي موسم فاش كنت فريق الفتح الرباطي، في أي موسم كانوا كيبغيو الخدمات ديالي أنني نجي الرجاء، لا الجمهور لا المسيرين، وكنخلي ديما الكلمة لفريق الفتح الرباطي. كنت قريب من نادي الرجاء البيضاوي حتى جددت العقد ديالي مع فريق الفتح الرباطي، حيت ديما كنعطي الأسبقية أنا للفريق اللي كنلعب فيه والفريق اللي كنحتارمو. شنو كتشجع في المغرب؟ كنشجع في المغرب أوبو، ما كنشجع الفتح والشباب محمدية، هادشي ديك. هل تلقيت اتصالات من رونار ومساعديه؟ وما الذي غيب سعدان عن حامل القميص الأسود؟ بالنسبة لهذا السؤال، ما عمرو ما اتصل بي لا رونار لا مساعديه. واخا هادشي اللي بغيت نفهم، كيقول لك أن اللعب خصو يكون، هادشي اللي كيقول مدرب رونار، كيقول اللعب خصو يكون عنده الكونكيرونس، يكون كيلعب. كنلعبت الحمد لله لعبت 32 مباراة من أصل 34 في موسمين، كنلعب 65 مقابلة، تقدروا تشوفوا لي ستاتيستيك. بوتيتخ عنده رؤية أخرى، بوتيتخ ما كنعجبوش، كل واحد حر في الاختيارات ديالو. في الموسم الأول كان مروان سعدان دار لي بيرفورمانس في تركيا أحسن من ويسلي سنايدر، ومع ذلك ما تلقاش الدعم من ناحية الوطن. كيف ما قلت لك كتبقى الحرية ديالو، هو كيشوف أنني ما موالموش، ما غاديش نكون في مجموعة، ما كل واحد والاختيارات ديالو. كنتمنى انه يجي يتفرج بعدا في المباريات، نتمنى انه يشوف غير لي ستاتيستيك، تقدر تغير شي حاجه. هل سبق لك ان تعرضت للظلم في كره القدم؟ الظلم راه داخل في اللعبه، سي بور سا ان شاء الله ما بغيش ندير انا لا التدريب لا لي زاجون ولا اي حاجه ان شاء الله ملي سالي الكره، سي بور سا حيت كاين فيها الظلم. كاين باغ اكزومبل كيف ما هضرنا عليها، الناخب الوطني هو عنده لاعبين، كتشوف راه الظلم هذا، فهمتي، ما كيعيطش ليك كتلعب مقابلات، داكشي علاش عمري ما تعرضت للظلم. ما كنعتبروش ظلم، كنسالو كان اختيارات وصافي. في هذا الاطار هذا الحديث على لي زاجون، شنو رايك في نوصون ديال الاجون خاصه في المغرب؟ اجون في المغرب ما كنسميهش انا اجون، كنسميه بحال السمسار، ما حتى اللعب عاد باش كيقلع، كيف ما كنقول بهذه اللغه كيقلع عاد باش انه كيجي عنده كيقول لي عندي لك فرقه وعندي لك فرقه. اللعب خصك تكون مع اجون ديالو، خصك تكون عارف حتى لي بروجي ديالو، خصك تكون داخل معاه في بزاف ديال الحوايج، داكشي علاش ما عنديش مع لي زاجون في المغرب. ما هو أكثر راتب تلقاه سعدان وما هو أقل راتب؟ هذا السؤال خصو يكون العكس، ما هو أقل وأقل راتب كان هو 500 درهم فريق شباب محمدية، ولاعب كيلعب مع لي 11 برومي. وأكبر راتب الحمد لله هو 9000 أورو، 90000 درهم. من هو النادي الذي تتمنى حمل ألوانه ولماذا؟ النادي اللي كنتمنى نحمل الالوان ديالو هو هامبورغ الالماني، اللي كنت معجب به من الصغر، مازال لو لوغو ديالو كيبقى راسخ ديما في الاذهان ديالي، كيشبه شويه اللوغو ديال البطوله. الخطا
واخا يطيحوا ان شاء الله غنمشيو نرجعو نلعبو معاهم نطلعوهم. من هو مروان سعدان؟ الابن، الاخ، والصديق، او بصريح العبارة هل لك ان تتحدث لنا عن علاقتك بالوالدين، الاخوان، والاصدقاء؟ بالنسبة لمروان، مروان سعدان الابن، ابن ديال الوالدة والوالد بيان سيغ، لي الوالد الله يرحمه، الله يرحمه في هاد النهار. و بالنسبة للاخ، اخ عندي بزاف خوتي الحمد لله، عندي أربعة ديال خوتي وجوج بنات الحمد لله، كلشي مزوج، كلشي والد بنيتات الله يخليهم ليهم، الله يسر ليهم حياتهم، نتمنى ليهم حياة سعيدة. بالنسبة للعلاقة ديالي بالوالدين، الوالد الحمد الوالد ديالي توفى، ما كرهتوش أنه يشوف توفى فاش بديت المسار ديالي البروفيسيونيل، المسار ديالي المحترف، تمنيت أنه يشوفني كنلعب، يشوفني أنني في المنتخب الوطني، تمنيت بزاف د الحوايج والحمد لله ما تكتبش هذا الشيء، ولكن تلاقوا في الجنة إن شاء الله. بالنسبة للوالدة، الوالدة هي كل شيء، الوالدة هي اللي كتعاود ليها بزاف ديال الحوايج، كتبقى تعاود ليك المشاكل ديال خوتك، الحاجات الزوينة، الحاجات الخايبة. وبالنسبة للأصدقاء، أصدقاء ما عنديش بزاف ديال الأصدقاء، من غير صديقين اللي مقربين ليا بزاف، أصدقاء الطفولة اللي لعبت معهم الفولي، لعبت معهم الكرة، وهما حتى هما اللي شجعوني بأنني نبدل المسار ومشي كرة القدم. هل سبق لك أن درفت الدموع في حياتك المهنية والشخصية؟ متى ولماذا؟ بالنسبة للدموع، درفت الدموع في ثلاث مناسبات جو بونس. أول مناسبة كانت في نزول ديال فريق شباب محمدية القسم درجة الهواس، أنني كيبقى فيه حال نهضر على هذا السوجي، أنني كنت من هذوك اللي فاش الفريق نزل الدرجة الثانية كنت باقي صغير. والمرة الثانية هي فاش احتلينا الرتبة الثانية مع جمال السلامي، كانت فاز البطولة داتها تطوان. المرحلة الثالثة هي أنني فاش طحنا مع الفريق التركي، فاش طحت مع الدرجة الثانية. وبالنسبة للحياة الشخصية؟ بالنسبة للحياة الشخصية كنظن أن الوفاة ديال الوالد ديالي، وفاش كانت الإصابة، كنت كندخل وكنبقى نبكي بوحدي، كتبغي تفرغ داك الشيء. ما هو أكثر موقف ندمت عليه في حياتك الشخصية؟ جو بونس با ندمت على شي حاجة، نقدر نكون غادي ندم من بعد، ملي تسالي الكارير ديالي. كاين شي خطوة في المسار ديالك درتيها وقلتي ربما نكون ما درتهاش نقدر نكون دابا أحسن ولا شي حاجة؟ كيف ما كتشوف كلشي كيقول نقدر نقول لك ندم عليها من بعد، ملي كتشوف أنني فهمتي كيجيوك دي زوفر، في الخليج وبالفلوس وهادي، وانت كتمشي كدير واحد المغامره وتمشي لفريق في تركيا باش انك تلعب وتحسن المستوى ديالك وتمشي باش ترجع لي، باش تمشي تحترف في شي فرقه مزيانه من وراها باش ترجع للمنتخب الوطني. ملي كتشوف هكا وما كتجيش ليكيب المنتخب الوطني، احسن اللهم سير اخويا للخليج ودير حياتك بعدا ودير مستقبلك. هل سبق لك ان اخطات في حق احد ما؟ كان صحيحا ما هو؟ وهل تفكر في الاعتذار؟ وبالنسبة لي جو بونس با انني لا اعتقد فهمتي ظلمت شي واحد ولا خطأت في شي واحد، انني مسالم وكنبغي كل شيء، كنحترم الصغير والكبير ونقدر نهضر مع هذا ونهضر مع هذا، كنستافد من الجميع. ولا كنت بيتاتخ غلطت في شي واحد، انني كنقول ليه من هذا المنبر يسمح ليا وعن غير قصد ولا، لكن خطأت فيك وانت كتشوف هذا الشيء تقدر تكتب لي وقول لي خطأتي فيا ونهضروا في هذا الشيء. من هو قدوتك في الحياة؟ بطبيعة الحال الرسول عليه الصلاة والسلام، والأب ديالي، اللي توفى رحمه الله. ما هي العادات التي تمارسها قبل دخول المباريات؟ من العادات اللي كنمارسها أول حاجة هذه ديال جمال، كيقول لي ملي تتوعد في الركبه، كان كيقول لي ديما بقى تدخل المضير، الكره هذه راك بحال غتدخل شي حرب اخرى وغتخرج عاوتاني وما عرفتي شنو كاين. كندخل ديما مضير الحمد لله،
كنعيط للوالده قبل المباريات حيت داك الدعاوي ديال الوالده راه هما اللي كاين بحال كتقول هما اللي كيربحونا. بعد خطرات ما كتجاوبش في التليفون كندخل الماتش بحال هكا كنخسروا شو سبحان الله. بادو الزاكي يعني مدرب جدي كيخدم بروفيسيونيل، اول مدرب لعبت معاه في المنتخب الوطني الفرق كبار طار راد. هذا لي الفضل كبير، لي الفضل كبير بحكم انه هو اللي لعبني اول مباراه، المباراه في شباب محمديه، كنطلبوا من الله الرحمه اليه. وليد الركراكي سبيشال وان، كنتمنى ليه حد موفق مع فريق فتح الرباطي، نتمنى انا القسم التصريحات تجاه فريق رجاء البيضاوي ووداد البيضاوي. هيرفي رونار ما كنعرفوش مزيان، كيقوم بعمل ممتاز مع المنتخب الوطني، نتمنى انه يحققوا شي حاجه، ندوزوا للدور الثاني في روسيا ان شاء الله. جمال سلامي بالنسبه ليا اخ اكبر، اب فيه بزاف د الحوايج، تعلمت منه بزاف ديال الحوايج، وكنتمنى ليه مسيره موفقه. بزاف ديال الحوايج باقي في الاذهان ديالي مع هاد المدرب هذا. حميد الورقه اللي غادي نقول عليه انه هذا بالنسبه ليا بغيت نرجع ليه شي حاجه، لانه فهمتي ضحى وسمع الهضره بزاف، بحكم ان هذا المدرب يا عمرني ما غنسى انه ابن المدينه اللي كنقطن فيها هي مدينه المحمديه، وديما كان كيتلقى ضغوطات من الصحافه المغربيه ومن الاعلام بصفه عامه، انه كيقولوا لي هذا اللاعب من المحمديه كتجيبوه غير لحقاش كيسكن في المدينه ديال المحمديه، ولا له فضل كبير عليا. بين فيربيك مدرب اللي كنحترمه بزاف، لي بروفيسيونيل اللي ما كانش كيتسنط الهضره ديال الصحافه المغربيه، اللي مدرب كان بروفيسيونيل بمعنى الكلمه، كان عنده سلبيات، مدرب كيبقى كبير مازال لو لوغو ديالو كيبقى راسخ ديما في الاذهان ديالي، كيشبه شويه اللوغو ديال البطوله. واخا يطيحوا ان شاء الله غنمشيو نرجعو نلعبو معاهم نطلعوهم. سي بون هادشي سار. هامبورغ فاش كان كيلعب معاهم فاندير فارت.